طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وطبعا كل الكلام اللي قاله هارون في الحوكمة والبرامج والشفافية والمعيارية هي دي أساس رسالة الأنبياء وأساس رسالة السماء. ما أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلا لهذا الأمر. إحنا حولناها إلى نظريات، حولناها إلى دراسات، حولناها إلى قوانين، لكن هي الأصل الأصيل في هذا. أنا هتكلم في شيء قد يكون جديد، وهو حق اللاجئ أو حق النازح. لابد، قد يكون ده حلم دلوقتي بنتكلم عنه، لكن لو فكرنا إننا نحقق الحلم خلال 10 سنين أو 20 سنة أو 30 سنة هيتحقق. لو فكرنا إننا في خلال مدة معينة من الزمن هنبني مجتمع، هنبنيه. الأمر بالإرادة، والأمر بالرؤية، والأمر بالعزيمة. أول حاجة من حقوق اللاجئ هي الحق اللاجئ في الإقامة في الأرض النازح فيها. إحنا مش عايزين نجعل اللاجئ أو النازح إن هو يكون مكسور أو ذليل. أنا بتكلم دلوقتي عن دوركم أنتوا مع المؤسسات الأممية ومع الدول. قد تقول أنا مؤسستي ضعيفة دلوقتي، ما فيهاش حاجة، لا تستطيع، لكن أنا بتكلم عن 20 أو 30 أو 40 سنة، مش بتكلم عن النهاردة. والحقوق لن تعطى إلا بعد مسيرة عمل ومسيرة جهاد ومسيرة تضامن ومسيرة تآزر. حق اللاجئ في الإقامة في البلد اللي بينزح إليها، اللي يلجأ إليها. توفير الحماية لهم، وده جزء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوة يومه. توفير الحماية مهمة جدا جدا جدا، وده حق لا نتنازل عنه. كيف نحمي اللاجئ والنازح حينما يلجأ إلى أرض أخرى أو ينزح؟ وتوفير مستلزمات الحياة من المية والطعام والصرف الصحي إلى آخره. دي حقوق، لأن المال اللي بيصرف في المخيمات هو مال الراجل ده ومال المرأة دي، لا مال الأمم المتحدة ولا مال الدولة ولا مال كذا ولا، وكل دولة بتستفيد من كل لاجئ على أرضها بملايين الدولارات، لأن بتصل على كل رأس أو على كل رجل وامرأة وشخص لاجئ مبلغ من الدولارات 15 أو 20 ألف دولار. حقه في التعلم لمنهجه الدراسي بتاعه هو. ودي كانت مشكلة عويصة جدا مع المجتمع السوري في اللجوء، ان كل جمعية كان ليها منهج دراسي، والدولة المضيفة ليها منهج دراسي، فأصبح مجتمع بيتعلم أو لاجئين بيتعلم 6 أو 7 أو 5 أو 8 مناهج دراسية. أنا من حقي إن أتعلم المنهج بتاعي أنا، مش المنهج اللي أنت بتعطيه لي كمانح. حقي إن أنا أحافظ على لغتي. ليه أنت بتسلخني من لغتي؟ إن كنت أقول أنا أتعلم لغة أخرى فما في مشكلة. لغتي وثقافتي وقيمي وأخلاقي، دي حقوق. 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 حق في المواطنة. أنا مالي دعوة بالمصادمات والحروب والكوارث. من حقي أن أصبح مواطن بعد حين في هذا البلد. أنا بتكلم عن أحلام، مش بتكلم عن حقائق دلوقتي. ولو أردنا أن نحول الأحلام إلى حقائق هنحولها. لكن لو أردنا أن نعيش ولا نفعل شيء هنعيش زي ما إحنا كده. لأن احنا عندنا الأمة العربية دلوقتي والإسلامية فيها ملايين وعشرات الملايين من النازحين واللاجئين المحقرين من حتى بني جلدتهم، ودي حقوق ليهم هم. فلابد احنا نهب جميعا لكي نضع مجموعة من الحقوق تحمي هؤلاء الناس، سواء كانوا في النزوح أو في اللجوء. حق العمل، انا لاجئ، ليه تحولوني ان انا استجدي منكم قوت اولادي؟ ليه؟
وانا ممكن من اول يوم اعمل عمل شريف اخرج بنفسي من الذلة الى العزة والكرامة. اكون منتج، انا مدرس، انا فلاح، انا تاجر، انا صانع، انا 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 ليه امد ايدي لحتة صندوق او اكلة او الى اخره؟ ليه بتكسروني وانا قادر على العمل وقادر على الكسب؟ معركتنا مش معركة مع حدث، معركتنا معركة مع فكر يريد من هؤلاء الناس وهذه الامكانيات البشرية ان تتحول الى مستهلكة، الى فئات مستهلكة فقط، فئات جاهلة فقط، فئات محبطة فقط. فانا من حقي اطالب ان انا اعمل في الاوطان اللي لجأت اليها، حقي ان يكون عندي وثيقة سفر اسافر بيها. ليه ما يكونش عندي دي؟ انا بتكلم عن اشياء اخواننا، لو ما كناش احنا بنتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في ظل الكعبة بيقول رأيت كسور كسرى وقيصر وكذا وكذا وكذا، والناس كانوا بيقولوا ايه اللي بيقوله ده؟ اتحققت في عصر الصحابة، في عصر الخلفاء الراشدين ولا لا؟ الفتوحات كلها اتحققت، لأنه كان بيحلم على قاعدة إيمانية موصولة بقدرة ربانية فحققها له المولى سبحانه وتعالى. ما كانش بيحلم على قاعدة قومية أو قاعدة عرقية أو قاعدة إثنية مبنية على مكاسب شخصية. ده الفارق بيننا وبين من غيروا التاريخ وجعلوا التاريخ يتحدث عنهم وجعلوا التاريخ يحبو حبوا وراء خطوهم ويستمع لهمس همس أقوالهم حتى يستمع لفكرهم. كان يخرب التاريخ وكأنه يمثل إلينا بشخص يسترق سمع فكر هذا المبدع الذي يريد أن يغير العالم من أجل إنقاذ البشرية. بتكلم عن أحلام لكن أنتوا هتحققوها كحقائق بإذن الله سبحانه وتعالى. حق إن أنا أكون أدير مؤسسات أو أقيم مؤسسات في كل الاتجاهات والمجالات. أديهم صفة أخرى غير صفة إنه لاجئ ونازح كده ومكسور، خليهم كده يعني إيه، وحط في رقبتهم حاجة ولا أديهم رقم، حاول أدور لهم على اسم تاني يكون فيه كرامة. أنا مش عايز أقترح بعض الأسماء، الناجونة، الغارمونة، الفارونة إلى آخره. إحنا لابد إننا ندي أنفسنا أسماء يكون فيها شيء من الكرامة، قلنا ده نازح، ده مش عارف، ده كذا. فاحنا لابد ان احنا نضع مسيرة بناء حياة هؤلاء الناس. حق الملكية كذلك في نفس البلد المضيفة، التصادفها. حق التمثيل النيابي في المؤسسات النيابية في نفس البلد المضيفة. حق الحصول على الجنسية في البلد المضيفة، وحق ملاحقة مجرم الحرب اللي هم جعلوهم يخرجوا من ديارهم وأوطانهم. المجموعة دي من الحقوق قد لا تتحقق وقد يتحقق منها البعض، لكن إن أردنا أن نحقق حلما فعلينا أن نسعى على إيجاد وسائل تحقيق هذا الحلم. إن أردنا أن تكون كل أحلامنا خيالات هنعيش فيها طول عمرنا مش هنخرج منها أبدا. فلذلك أيها الشباب والشابات، يا من عندكم رؤى المستقبل وصناعة حياة المستقبل، إن أردتم أن تغيروا المجتمع من أجل إرخاء السلام والأمن والاستقرار، فعليكم أن تعيشوا حياة هؤلاء
الممتحنين في كرامتهم وفي عزتهم وفي مقدراتهم وفي كل شيء. إن لم نعش ظروفهم لن نحقق أحلامهم، إن لم نعش حياتهم لن نحقق أحلامهم، إن لم نعش آلامهم وآمالهم لن نحقق أحلامهم، لن نحقق أحلامهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعيش حلم كل شخص يحلم بإنقاذه لكي يدخله الجنة. كانت هذه هي بعثته، واللي احنا بنعمله امبارح والنهارده واول امس ده هو بالظبط قريب مما اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم واتى به الرسل والانبياء. ونحن نكون في عزة ان افتخرنا باننا ننتهج منهج هؤلاء الرسل والانبياء، لا منهج هاني البنا ولا علي ولا حسنية ولا زكية ولا حاجة زي. انا خلصت يا اخ رواد الكراسي بقى عشان نقعد على الكراسي الموسيقية. ممكن سبع سبع عشان ده حكم في جلسة مفتوحة. لا لا انا خلاص جلسة ثانية. لا هارون هارون لا لا سيبه سيبه يحطين مطلع فيه ما جاش. يا فادي ما صار خلاص في محمد الشوا فادي مش عايز يجي ولا ايه؟ فادي مش عايز يجي ولا ايه؟ هو راح في البي بي سي وساب الاي تي في شغال؟ ساب اي تي في؟ وراح البي بي سي انضم للميدل كلاس ديفرنس. ودي يا سيدي التليفون بتاعك. اللي وصلوا والأخوات اللي وصلوا الآن عندنا ورشة من تقريبا هلا الساعة 9:40 إلى غاية الساعة 11. هي ورشة مختلفة شوي، مش تتمة للورش اللي صار، تتمة الورش اللي بدأتوها مبارح أول مبارح، رح تبدأ إن شاء الله بعد الاستراحة الأولى. الورشة حاليا اللي هي دايما نحن صراحة بالبرامج التدريبية اللي بنسمعها على هي مسألة إنه طيب جينا حضرنا برنامج تدريبي، ماذا يمكن أن نفعل من بعد هذا البرنامج التدريبي أو ماذا يمكن أن يكون، تمام؟ فالآن حبينا أن تكون هي الورشة اللي نفتتح فيها نهارنا اليوم، ومعنا الأربع مدربين والمحاضرين. الأستاذ طارق شوي تعبان، عنده صداع أول هالسبب ما نزل يعني، بس احتمال يلتحق فينا لاحقا. فنحن مش حنبداها بأنه والله الأساتذة أنه يحكوا أي شيء، حنبداها بأنه من عندكم، بس خلينا نعطي مثلا أنه الإنسان اللي عنده فكرة أو شيء بده يعطيه يعمل حساب الوقت، وأنه نترك المجال إلى أكبر قدر ممكن من الأخوة أو الأخوات اللي بدون يحكي. بس كاتب جلسة، كاتب جلسة بعدكم من جلسة ما في مين حدا بده يبدا؟ الكلام حيكون ليكم والمقترحات حتكون ليكم انتم. كلام ليكم والمقترحات ليكم، فنرجو ان انتم تضعوا افكاركم ماذا بعد. وهدف ماذا بعد جزء كبير جدا منه ان احنا نحاول نبني شراكات
بيننا وبين بعضنا عشان بس نوجه النقاش. احنا مش عايزين نيجي نتكلم مره ثانيه، احنا عايزين كنتوا تتكلموا واحنا نسمع. ان اردنا ان نجيب هنجيب، لو عرفنا الاجابه هنجيب، لكن الاصل ان انتوا قعدنا يومين دلوقتي وسمعنا واتكلمنا وعملنا، فلابد انتوا اللي تضعوا الايه والخريطه ماذا بعد دي. خلاص يا شباب اتفضلي اتفضلي اتفضلي. موبايل عندك، موبايل وعندك وعندك تليفون تاني. خلينا عندكم خلينا. طب خلاص خلينا عندك. السلام عليكم. هلا لنفت نظري بين الحضور الكريم انه كل جمعيه عم تشتغل على فئه معينه، تلاقي نفس الهدف موجود على جمعيه ثانيه. طب ليش مثلا احنا موجودين باسطنبول كلياتنا شغالين على فئه الشباب، ليش كل جمعيه عم تحكي على حدا؟ ليش ما يكون مثلا بيناتنا في عمل مشترك لكل شيء شباب موجودين باسطنبول مثلا؟ جزاك الله خير، كويسنا فتحت ما نريد ان نصل اليه. هلا شباب ماذا بعد؟ طيب حابين نسمع اكثر من الحضور حتى ننطلق. اذا ما انا بشغلها لو لو حابين. نحن بالورشات السابقه، برامج السابقه، كان مثلا تدريب على مساله الموارد الماليه، فالاخوه والاخوات اللي كانوا موجودين قال طيب اوكي الله يجزيكم خير دربتونا على الموارد الماليه، شو بنساوي؟ او اذا سوينا مثلا اوكي بدانا نحن العمل مع منظماتنا، هل حتعملوا لنا ورشه ثانيه او حدا يتابع معنا لحتى نعرف اذا نحن اللي سويناه صح او خطا؟ يعني انتم امبارح اول امبارح عم تحكوا على مساله الحوكمه الماليه، تمام؟ مساله الحوكمه الماليه مساله اساسيه جدا، وهي الحوكمه كعموم المنظمات. من عنده اي استفسار اي سؤال اي شيء يرى انه والله نريد ان نناقشه، او نريد انه والله انا ما فهمت كثير، طب انا وين ببدا؟ طب انا وين بوقف؟ هو في سؤال ولكن يعني بغير مجال. يعني هو السلام عليكم. يعني في عندي استفسار، ولكن هو مو انه نحن ما بنعرف شو بدنا نسوي، انا عارفان شو بدي اسوي، عارفان ليش جاي لهون اصلا. يعني انا جاي لحتى اخذ الشيء اللي ناقصني من المعلومات الاكاديميه بالنسبه للاستراتيجيات المستدامه، لكن في عندنا اشكالات نحن بنواجهها لحد الان نحن ما لقينا الحلول. فاكيد اصطرحناها عليكم كمدربين وعندكم خبره وعندكم تواصل مع مؤسسات ومنظمات دوليه، اكيد بتكون مره معكم، وهي مره اكيد بغير دول، ولكن عم بحكي هلا عن سوريا مثلا. في عنا مثلا مشكله واجهتنا ايام ما كان في حصار مضايع وصار في موت من بسبب الجوع بسبب الحصار مثلا، انه كنا نضطر انه لحتى نوصل كيلو رز واحد لداخل مضايع كنا نضطر ندفع قيمته $300 $300 مقابل كيلو رز، سبب انه الناس اللي محاصرين المنطقه بده ياخذ هو كوميسيون على كل كيلو $250، وعندك اجور نقل وكذا. فهي كانت عنا اشكاليه كبيره. في عنا اشكاليه تانية اللي هي في عنا ناس بحاجة ماسة للمساعدة والدعم، ولكن هن تحت سلطة النظام. يعني بمدينة دمشق، بريف دمشق، في ناس هلأ ما لا حول ولا قوة. يعني هدول كمان احنا للأسباب السياسية والحصار الدولي اللي صاير على سوريا ما عم نقدر نصله، نحن ما عم نقدر نقدم لهم شيء. فهي نقطة أنا بتمنى أنه نتناقش فيها ونحكي فيها. ايش السؤال بالضبط؟ أولاني المصاريف الإدارية. لا أنا هي مصاريف إدارية يعني من ناحية مصاريف إدارية وإجراءات قانونية. نحن بدنا نعرف كيف شو في وسائل تواصل لحتى نصل. فنأخذ الجانب الأول منه. طبعاً كما تفضل الأخ الكريم، هذه قضية تكررت في أماكن كثيرة في العالم. قضية البوسنة تذكروا الإخوة، كان حصار سراييفو واستمر سنتين. ونفس الشيء يعني كان الناس عشان تأكل كان يعني بيدفعوا مبالغ ضخمة جداً. في عام 95 يا دكتور هاني عملنا كنا جلسه مع بعض الشيوخ، لانك انت لو كتبت مشروع وطرحته على المتبرعين وقلت لهم والله انا بدي $500 عشان ادفع كيلو رز ولا $300 عشان ادفع كيلو رز، الناس هتظن يعني انك انت مختل او شيء. الاصل في العمل الاغاثي هو ان الانسان لما بيجمع في وضع طوارئ إن هو بيدفع ما هو لازم للحفاظ على الحياة بصرف النظر عن قيمة المبلغ اللي يدفع. في قاعدة شرعية يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ف
احنا في الجلسة اللي عملناها في عام 95 هذا سألنا بعض المشايخ على هذا الموضوع بصفة خاصة فيما يتعلق بأموال الزكاة، الأموال اللي لها مصارف شرعية. أحد الأساتذة الكرام الشيوخ الجالس قال الناس بتفهم خطأ الثمن مصارف للزكاة على أن هي توزيع متساوي ما بين الثمن صناديق. قال هذا فهم غير صحيح، الأصل فيها أنها تنفق فيما هو الأحوج في الثمن مصارف، فقد تزيد الحاجة لأحد المصارف في وقت ما وتقل لأحد المصارف الأخرى فتزيد النسبة له. قال بما فيها نسبة العاملين عليها، يعني هي ممكن تكون المشكلة ليست حتى في تكلفة المادة ولكن تكلفة أنك تجد شخص يدخل شيء. منطقة الناتش لما حصرت في البوسنة كان عشان يتدخل شيء في طائرات هليكوبتر خاصة تدفع للواحد فيه مبلغ كبير لأنه عدد اللي ماتوا منهم ضخم للغاية، يعني مخاطرة عظيمة جدا عشان واحد يدخل بأي شيء لهذه المناطق، فبالطبع لازم تدفع هذا المبلغ لأنه هذا الشخص يخاطر بحياته عشان يدخل الأغراض، والأغراض الناس تحتاجها، فبالتالي أنت كونك تدفع هذا المبلغ بمنتهى الأريحية هذا جزء من تكلفة الشيء. حتى من النظرة المحاسبية قيمة الشيء في السوق هي تتضمن تكلفة الشراء وتكلفة النقل حتى يصل الشيء إلى السوق إلى مكان البيع. فبالتالي أنا لا أرى أي غضب ولا أي حرج في مثل هذه الظروف إن الإنسان يدفع أي مبلغ على الإطلاق حتى يحفظ حياة البشر، لأن هي هذه هي هذا هو أهم شيء. بالنسبة للجزء السياسي ممكن جزء من مالك وتبرعك يعطى للجانب الآخر، إن أنت بتحاول تنفذ من خلال منظومة سياسية إلى منظومة اجتماعية عندها حاجة. العامل في الإغاثة مفروض ما يكونش ليه قد يكون شخصيا عنده وجهة نظر لكن مجتمعيا يكون حيادي في هذا المجال، وإلا لن تستطيع إنك أنت تستمر تعمل في مناطق النزاع. كتير جدا بياخدوا على اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسالب كثيرة أو حركة الصليب الأحمر مسالب كثيرة، لأنهم أصبح أمرهم من الحساسية بمكان أنهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ليه؟ لأنهم بيخشوا عند الأسرى، بيخشوا عند المساجين إلى آخره، فحيدوا نفسهم بطريقة معينة. أنت عندك في أماكن مختلفة كثيرة، يعني في كتير جدا من أماكن، يعني في المشروع بتاع الأمم المتحدة مش عارف في كرواتيا كان ما بين المسلمين البوسنويين جونيا كان في هناك كروات وصرب ومسلمين اللي هم البوسنويين، المعاناة تحت للثلاثة. لما دخلنا بعد الحرب ما وقفت لمنطقة سربنيسا، واحنا عارفين ما حصل في سربنيسا قد ايه، كان جزء من المعونات لإعادة البناء لبيوت الصرب. بحضرتك انت بتيجي دلوقتي تقول في واحد قتل ابوه قتل ابني، ودي حد من العراق قالها لنا عند في حته اسمها الانبار على الحدود في المنطقه مش عارف فين. طب الابن الاب قتل ومشي وكذا، طب الاطفال ذنبهم ايه؟ المراه المعيله ذنبها ايه؟ فده الامر اللي انت كعامل اغاثه لابد انك تحيد نفسك عنه وتضع حاجه هذه الاسره امام عينيك عشان تخلق جيل اخر ما يبنيش على قواعد الكره والعداوه والبغضاء بين ابناء المجتمع. صعبه لكن للاسف هو ده اللي بيحققه بعض المؤسسات الدوليه الغير مسلمه، نجحوا فيها اكتر مننا احنا، استطاعوا انهم يكبحوا بعض جماح عواطف. نعم رئيس الجلسه اديله بقى الميكروفون ده. شكرا لكم. لا بدي كمل حكته الاخ هنادي، انه بدي اسال ثم ماذا بعد هاي الواجهه؟ أيوة. هل الاتحاد بده ياخذ على عاتقه انه كلياتنا نساوي مبادره مشان التنميه المستدامه اللي هلا ما بلشنا فيها؟ ادلب مثل ما كلياتنا بنعرف الوضع جاي على كارثه، خصوصي بعد القمه اللي صارت امبارحه وما توصلوا فيها لاي اتفاق سياسي،
فبين يعني على نصال وضع كايسة جاي، كايسة إنسانية فيها 3 ملايين وأكثر نسمة، هدول في كايسة إنسانية جاي. كان عم يحكي الدكتور طارق سألناه، قال بأوروبا جهزوا خطط مشان إدلب وحطوا خطط تنمية مشان إدلب. هي نحن هون باسطنبول ما في هاي الخطة، وشاركوني يمكن الأخوة ما في أي جمعية واضعة أي خطة مشان هذا الموضوع الإنساني، مع أنه اسطنبول هي أقرب نقطة، تعتبر من أقرب النقاط اللي حيلجأوا إلى أهل إدلب. هل الاتحاد حياخذ عاتقه باعتبار هاي الورشة صارت باسطنبول هون مبادرة مشان نحن نقوم كلياتنا بوضع خطة تنمية كجمعيات وكمؤسسات موجودة بأقرب نقطة عدلة مشان نوضع خطة؟ هذا سؤال. طب ممكن الشباب اللي في الاتحادات الكبيرة اللي ورا فادي من تنزيل الجلسة حضر الماء بطل، لا مفيش ماء انا ولا بتاع، انا ترعى خد من بس يعني هو للتصحيح، لانه احيانا غياب المعلومة بصير في تعميم. من اسبوع او من 15/7 لليوم نحن عم نحكي عن حدود الشهرين، وفي لقاءات متوالية للموضوع الإنساني في إدلب، وفي خطط موضوعة، وصار في لقاء مع الاتحاد مع الهلال الأحمر التركي ومع الآفاد، وفي الأسبوع الماضي فقط كان يوم الاثنين بالتحديد 7 جمعيات نحن يعني من السوريين اللي موجودين سواء في تركيا في اسطنبول أو في الجنوب، نحط كت سيناريوهات اللي هي مقترحة ممكن تكون. الطرف الأول اللي تركز عليه إنه موضوع حتمية الكارثة والنشر إلها والكلام عليه ليس دقيق، ولا نحن بدنا نقول لأهلنا اللي بإدلب أنتم مهجرين أنا عم بعملكم اليوم استعدوا للرحيل قبل ما يصير في شيء حقيقي، لأنه هذا أثره كتير سلبي على الداخل. ولكن في حمل تاني علينا كمؤسسات إنه إذا صارت الكارثة فشو الاستعدادات، وتم وضع ميزانية مبدئية هي بجوز مانا كبيرة لهيك وضع، بس على قدرة هي الجمعيات في حدود 3 مليون دولار، شو بده يصير، وين ممكن الناس تنزح، شو 5 أولويات المطلوبة لهذا الأمر. ففي عمل موجود بجوز عدم يعني النشر عنه، مثل ما قلت لك إحنا ليس من واجبنا كعام إنسان إنه نعمل رسائل سلبية للناس في إدلب، نقول لهم أنتوا متهجرين وأنا مستعد لاستقبالكم. هذا الكلام أثره سلبي جدا على الناس جوا. في إغاثة لتعزيز الصمود إلى اليوم، الجانب حتى مبارح مع الأتراك ما قالوا إنه هو منتهي. الجانب التركي كان عم يأكد حتى الاجتماع مع بانوس اللي هو منسق العمل الإنساني في المنطقة، إنه من هون لنهاية السنة ما راح يعني يصير فيه. الأتراك عم يعززوا تواجدهم تحت، 12 نقطة موجودة في داخل إدلب. في استعدادات لمراكز إيواء، تجهيز بعض المواد الأولية، شو ممكن بده تكون، وين النقاط اللي راح يلجأوا لها. ففي جهد كبير عم يصير خلال الشهرين الماضيات، واجتماعات يعني في غازي عنتاب وفي اسطنبول وعلى الويبكس وجوتن ميتينج، ويعني هاي الامور اخذ جزء. فما موضوع انه لا ما في اي شيء والناس ما شغاله، بس مثل ما قلت بجوز يعني غياب المعلومه او عدم نشرها والاعلام الى يعني هذا اللي عم بيقول انه نحن ما عم نشتغل. بس الحمد لله في كثير من الجمعيات بجوز بعضهم كان موجود، او على كل الجمعيات اللي اجتمعنا يعني جزء الايادي البيضاء بس موجوده معنا، ونحن البقيه يعني موجودين بغازي عنتاب وانطاكيا. السلام عليكم. مداخلة بخصوص ماذا بعد. نحن يعني أنا في الحوكمة المالية استفدنا جدا. طبعا نحن ما يعني في عنا أساس خلينا نحكي 50% أو 60% موجود لدينا. بناء على هاي الدورة رح نطور ونزيد إلى مرحلة. السؤال إنه كيف بدي قيم نفسي أين وصلت في مرحلة التطوير؟ يعني بجوز قيم نفسي أنا من 60 اتطور ل 70 75 80. السؤال إنه كيف بدي حدد أنا بجوز مفكر حالي تطورت وأنا ما تطورت، أو بالعكس بجوز أنا اتطورت ومفكر حالي.
تقييم الشخص أو الجمعية لنفسها دائما ما بيكون تقييم محايد ومنطقي، دائما بيكون مجانب للصواب. بدنا جهة خارجية تقيمنا تكون محايدة ونقدر نطلعها على كل الأسرار هاي مشان تقيم حوكمتنا الداخلية. وطبعا أنتوا الأقوى من يفعل هذا الأمر أو ينسب من يفعله. الله يزيدكم. إسماعيل فضائل من جمعية الصداقة والتعاون اليمنية تركيا. يبدو الجميع يتكلم عن سوريا وقضية سوريا، والقضية اليمنية ناسينها رغم أنها لا تنقص أهمية بمكان من القضية السورية، خصوصا الوضع اليمني الآن يعني يزداد السوء، والأمم المتحدة برضو غائبة في هذا المجال كثيرا، وحتى المنظمات الدولية مع احترام شديد الدكاترة المدربين هنا. القضية اليمنية ناسينها كثيرا رغم أنه الآن يعني تقارير أممية وتقارير من الداخل تحتنا في قرابة 3 مليون طفل يعني تحت خط يعني قريب من الموت، يعني بقي شعره يعني واحد حتى لو تشوف الصور وكذلك تثبت ذلك. يعني ناهيك عن الأسر الفقيرة، انقطاع المرتبات، يعني وضع مأساة. التحالف يعني نقول مع احترام شديد هو بيقود حصار صراحة شديد على اليمن. يعني صح جزاه الله خير تدخل على الانقلاب وإيقاف الانقلاب، خلينا بس بدون السياسي. طيب تمام معاكم، لكن مع ذلك القضية اليمنية يجب إيصالها كمنظمات دولية. ماذا بعد عنكم؟ يعني الآن عرفتوا عن القضية اليمنية وسمعتها مني يعني، لكن ماذا، وكذلك الأخوة السوريين سمعوا الآن القضية اليمنية، ماذا بعد عن اليمن؟ هذا نريد نعرفه منكم ونسمع منكم. أنا بدي أسمع هذا. نحن صراحة عم بيصير الحديث إلى حد ما وكأنه نحن مسؤولين عن المسألة الإغاثية، هي مش بهذه الطريقة المسألة. بس أنا بدي جاوب أرد على الأخ. نحن كاتحاد متخصصين في مسألة الأيتام والأرامل، تمام؟ البرامج اللي هي عم نديرها هي برامج عامة، ولكن إلى حد ما أيضا كل المؤسسات أرامل وأيتام تشتغل فيما يسمى التنمية وتشتغل فيما يسمى الحوكمة، تمام؟ بالإضافة إلى أنه دائما المؤسسات المظلية ممكن أن تثير المسألة، إنما هي لا تدير بالعادة. يعني عادة المؤسسات المظلية مثلنا يعني وضعنا لا ندير العمل الإغاثي ولا يعني نتدخل فيه 100%، بالعكس المؤسسات الإغاثية نساعد على أنه تعمل ضمن هذا الشيء. بس المسألة الثانية أنا ماذا بعد؟ المسألة اليمنية مش غايبة، إنما الأخوة اللي حكيوا سوريين. صدقني مش غايب، بس اللي انا اقول لك يعني الان انت هي انت طلعت وحكيت، وهو هذا المطلوب انه نحن نعم كل انسان يطلع يحكي عن القضيه اللي هو عم يحملها. بس هي نحن صدر وضع تركيا انه هي مغلب عليه وضع يعني سوريا بسبب قربها الجغرافي. بس بمساله الاخ بمساله هو انا شفت تطرق الى مساله الاغاثيه اكثر مما ناقشناه خلال اليومين. يا سلام. السلام عليكم. مساء الخير اخ بشر على السؤال اللي القيته. انا هحاول ان انا اقترح عليكم اقتراح في قضيه التقييم. من المتعارف عليه من احدى الوسائل المقبوله هي انه يكون في تقييم متبادل. طيب كيف يتم التقييم المتبادل؟ عاده في دول زي بريطانيا او كذا بتجدوا انه في مؤسسات متخصصة في قضية التقييم. في بريطانيا تقوم المؤسسات بإعطاء معلوماتها لمؤسسة متخصصة فيها ناس متخصصين في قضايا التقييم، وهم بيصدروا نشرات يقولوا مثلا في قضية الرواتب إيه هو متوسط الرواتب بحسب حجم المؤسسة وموقعها الجغرافي أو نوعية العمل بتاعها، إيه هي حتى تكلفة العملية المحاسبية في كل إجراء من الإجراء المحاسبي أو العمليات الإغاثية. فبيعطوا تقييم للمؤسسات والمؤسسة تنظر لنفسها بتقارن نفسها بهذا التقييم. هذه المؤسسة في بريطانيا اسمها أجندا كونسلتينج، هي جزء من حاجة اسمها التشاريتي فاينانس جروب. التشاريتي فاينانس جروب ممكن اي حد يسجل، اي مؤسسه تسجل فيها. يعني مؤسستنا احنا في ايطاليا في روما مسجله معها، والمؤسسه السابقه اللي كنت معها في برلين في المانيا ايضا مسجله معها. هي فقط بتعطيها معلوماتك وهي بتختار من قائمه فيها الاف المؤسسات ايه هي المؤسسات اللي انت ترى ان هي في نفس المجال بتاعتك
وتعطيك تقييم ورقي. اما التقييم الاداء انت عايز تشوف، وده جيد، ده بيسموه بنش ماركينج، يعني اللي هو ايه الكلمه البنش ماركينج بالعربي؟ يعني نمزجة جديدة عليا، مش داخل نموذج، مصطلح النمذجة هي ترجمة مقارنة نفسك بالسوق، مقارنة نفسك بالآخرين، بس هي مقارنة ورقية مش بناء على تقييم فعلي. أنا أقترح بالإضافة لهذا البديل إنه الإخوة في المؤسسات، بعض الناس اللي تدربوا لهم يعني معرفة بقضية التقييم، تعملوا تقييم متبادل. يعني لو مثلا نقول إنه في 10 أفراد هنا في المجموعة اللي في إسطنبول، فيهم 2 يروحوا يقيموا في مؤسسة، ثم 2 يروحوا من مؤسسة تانية يقيموا مؤسسة تانية، وهكذا، ويعطوهم تقرير بطريقة confidential ليهم حتى يعطوهم نظرة خارجية. ده بيسموه الميوتشوال ايفالويشن. يعني الميوتشوال ايفالويشن طريقة ممتازة جدا في انه الشخص حتى يتعرف على التحديات. يمكن في البير ايفالويشن كمان، وفي ما هي بير ايفالويشن، هي نفس الحاجة. يعني الميوتشوال ايفالويشن اي بما معناته التقييم المشترك، والبير ايفالويشن هو التقييم اللي بيجي من الـ يعني الـ 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 الكبير للصغير. انه روح اقيم مؤسسة اخرى، اكيد ما بتحب تطلعني انا بالاخر موظف في جمعية سين، روح بدي اطلع على كل اللوائح الداخلية لجمعية صاد، ما راح تكون سعيدة. هم هيقوموا بدعوتك. طيب ليش ما يكون جهة خارجية وانت يعني مزكى عند الجميع وعندك القدرة؟ قد ما اذا اتفقنا انه ما عندها مشكلة تطلعني، بس بجوز عندها مشكلة في تقييمي، بده يقول لك هذا منافس أكيد راح يقيمني سلبي أو يضيف أو كذا، فما راح أنا غير جهة يعني غير محايدة، ولكن أنت محايد وممكن تستعين وتكلف ناس، يعني الأخ محمد الشوى والأخوة هون ممكن تختار منه وتخدم هالجمعيات كلياتها بهذا الموضوع. أي أضيف شيء، بس أحب أضيف شيء وبعدين نسمع منك لو ممكن. يعني انا يعني اشكر هارون، هو طرح يعني خبرات في البلاد الغربيه، انما انا احب برضو اضيف جزئيه خاصه بالواقع اللي احنا عايشين فيه هنا في تركيا مثلا وغير تركيا، المؤسسات اللي هي ناشئه ومحتاجه للدعم. انا اقتراحي بصراحه هو ان المؤسسات اللي هي المظلية دي والاتحادات محتاجة انها تلعب دور في هذا المجال، ومش بس هو المجال المالي مهم جدا، انما هو التقييم والمساعدة في يعني التقييم بهدف بناء قدرات في مجالات مختلفة، منها البرامج، منها الموارد البشرية، ممكن جدا يساعد في تطوير أداء المؤسسات. يتم إزاي دي يعني ممكن برضو نسمع منكم ويحصل استفادات بطريقة متبادلة ما بينكم وبين بعض، وما بينكم وبين بعض الجهات زي مثلا برضو المنتدى، بحيث تقدر يحصل نوع بناء القدرات، لأن بناء القدرات مش بس من خلال دورات زي كده، هي الـ آليات موضوع التقييم والمتابعة ومن في أرض الواقع هو جزء مهم جدا من بناء القدرات. طبعا أستاذ بشير، طبعا مشكورة ملاحظتك، وبالعكس يعني أنا بأيد هاي الملاحظة بالنسبة للتقييم، لكن بشكل عام الملاحظة في تركيا وخاصة في المؤسسات والمنظمات السورية
انه ما بتلجأ الى تعيين المدقق الخارجي. وطبعا المدقق الخارجي هو ممكن يعطيك، هو راح طبعا يسلمك كتاب ملاحظات، من ضمنها ممكن انت تلمس الويكنسز او نقاط الضعف الموجودة في المنظمة وتعمل على اساسها بالتطوير. فهي النقطة الاولى، نقطتك ممتازة. والنقطة الثانية انه لازم نسعى لتعيين مدقق حسابات مستقل خارجي. الاغلب المنظمات بتنتظر انه الممول هو اللي يرسل المدقق الخارجي لمشروع معين بس، لا، بس احنا نتكلم عن كل المنظمة حتى يكون الانترنال كنترول واضح وملموس فيه وين نقاط الضعف او نقاط القوة الموجودة في اي منظمة. شكرا. اسمح لي على نيابة اخواننا، ملاحظة برضو، يمكن يعني الوضع السوري هنا في تركيا ومؤسسات وضع المؤسسات السورية، ولكن ليس فقط هنا، واليمنية ونفس اليمنية عشان اسماعيل ما يزعلش، لكن الوضع عموما والعراقية عشان كل شيء طيب. هلا احنا المصرية كلنا منذ الازل خلاص يا عم، ده مخلل بعدين احنا الشعب الفلسطيني اذا زعلنا مشكله. ملاحظه يا اخواننا، عموما الواحد الحقيقه يعني بعد يمكن 30 سنه كمدقق وانظر في حسابات والتقارير، اجد ان التقارير سطحيه للغايه اللي بتصدر من المنظمات الاسلاميه. حضراتكم لو نظرتم للتقارير اللي بتعطى للمدقق الخارجي حتى يعطي رايه فيها، المؤسسات الغربيه تجدها 100 صفحه 80 صفحه فيها تفصيل ادبي ورقمي. اما تقاريرنا تجد ان هي شويه ارقام فقط، حاطين الحد الادنى من الارقام وصفحه لا طعم ولا رائحه ولا لون لها تتكرر من عام للاخر، هذا غير مقبول. تقرير المراجعه اللي انت عايز فيه المراجع الخارجي يعطيك رايه عنه ليس فقط عن قضيه الارقام، حوكمه المؤسسه يجب ان تذكر، ما هي كانت اهداف المؤسسه، ماذا تحقق وماذا لم يتحقق ولماذا لم يتحقق، ما هي التحديات الرئيسيه، ما هي الأهداف للمرحلة القادمة؟ هي كانت تقييم الأداء كيف تم؟ وإيه هي الدروس التي استفادت منها المؤسسة؟ لما يأتي المدقق الخارجي وينظر في تقرير مثل هذا عشان يعطيك رأيه بالإضافة عن الأرقام، هي الأرقام فقط بتعطي انعكاس لما تم من نشاط، ولا يصح إن احنا نفصل الاثنين عن بعض. يمكن في لقائي أمس مع الإخوة اللي هم في الجانب المالي كنت أقول لهم أنه من أكبر المشاكل أن الإخوة اللي بيعملوا في جانب المشروعات كثيرا ما يعتقدوا أنه ما يخص الأرقام هو شيء تابع. على الإطلاق لا، لازم من البداية الاثنين يعملوا جنبا لجنب. بعض الأحيان هنجد أنه الشيء اللي يريد أن نعمله من ناحية المشروعات الأرقام لن تدعمه، وبعض الأحيان ستجد أنه ما تريد أن تعمله محاسبيا بيعطيك انعكاس لشيء ممكن يتحقق في جانب المشروعات ما كانش اللي في المشروعات مدرك أنه هذا ممكن يحدث. فالانعزال ما بين الطرفين ليس في مصلحة. يعني أنا ما حدش أجاب على النقطة اللي تحدث عنها الأخ إسماعيل طبعا فيما يخص الأوضاع المتردية في اليمن. طبعا أخ إسماعيل يعلم أن احنا يعني أنا مؤسسة الإغاثة الإسلامية كنت تعمل فيها من زمان، تعمل في اليمن وما زالت واستمرت. وضع اليمن طبعا مش يحظى بالتغطية الإعلامية الغربية بنفس الصورة للوضع السوري، ولكن بدأت أظهر أكثر يحظى بشيء من التغطية الإعلامية في الفترة الأخيرة. الوضع السوري طبعا هنا في تركيا بصفة خاصة وضع خاص زي ما ذكر أخونا فادي، فمش هضيف للأبر فادي يعني ذكر الأسباب، لكن اليمن في القلب وفي العقل والفكر، وأعلم أن ناس كثيرين بيعملوا لما يحدث في اليمن كما يعملوا لما يحدث في بلدان أخرى. طيب أخونا فادي، انا عارف المايك عنده بس ابو رشيد حكى بس اعطي لا لا كان صدق حتى نعطي المجال لغير ضيتين بعد اذنك نعطي المجال للاخر. لا انا مشان ما نتجاوز النقطه اللي تم ذكرها وماذا بعد. يعني اليوم احنا حضرنا خلال الاربع سنوات خمس سنوات الماضيه عشرات من الورش، في شيء الانسان بيستفيد منه، في شيء بيضيف معلومه، في امور يعني توسع الافاق. الحقيقه دائما
نحن اليوم عم نحكي بجمعيات الكبيرة منا عمرها 6 سنين، فما زالت في مرحلة يعني ما وصلنا من النضج الكافي لكثير من الأمور. يعني أنا بجوز عم أقول لهي الجمعيات اللي كنا بلو بيعرف أبو حاكم من 3-4 سنين كان غير مقبول كثير شغلات نشتغلها، موضوع التنسيق، الحملات، ما بعرف إيش، خلاص كل واحد أخذ بحاله، وفي نوع من عدم الثقة باللي عم يشتغلوا التانيين، كل واحد شايف حاله مثل ما بقول يعني مكمكم على نفسه، لأنه الأمور عم تتغير. يعني بعد ما دخلت فتحت الأوتشا في غازي عنتاب ودخلت المضمان سمعنا بمصطلحات جديدة. فدكتور موضوع النضج في مؤسساتنا ما زالت يعني في شيء لسه ما انفطم، فعم نطالب بشيء يعني نحن شايفينه عرض الواقع لن يتم على مستوى حملة أضاحي من سنتين. الاتحاد منظمات المجتمع المدني دعا الجمعيات ليقولوا وين بدهم يشتغلوا بقديش، ما حدا حكى، واللي حضر وعملنا مؤتمر كذا على أساس إنه كل إنه نجي نتشارك المعلومة. إجت الجمعيات الفكرة إنه في مانحين موجودين، لما ما موجود حدا ما حدا حكى شيء. هاي واقع، هذا صار من 3 سنين باجتماع. هل هذا الأمر تطور شوي، أما نوصل إنه ندقق على بعض هذا شيء إلى الآن حلو. يعني غريب شوي. هذا واحد. اثنين، نحن لا نملك المعلومة. يعني أنا مبارك كنت عم بسمع منك معلومات ما عنا إياها، فأنت عم تطالبني بشيء أنا لا أعرفه أصلا، فما بالك بدي أروح أدقق. فموجود بهي الورش عم نسمع معلومة، هذا جيد، بس لما بدي بدي أطبقه أنا ما بعرف. فهون احنا محتاجين لشيء اكثر من الورش اللي هو مثل الكوتشنج، يعني تجي جهه تجي هاي مثل تعالوا انتم في 3-4 جمعيات، وليس العبره في الكثره. انا في عندي من تطبق المعايير، يعني امبارح يعني اسمحوا لي على صراحتي بس الناس بتعرفني هيك، كان عم نحكي على المحاسبه وهي ورشه. طيب مين عنده اكثر من قطاع شغال؟ مثلا الجمعيه اللي عندها 50 موظف، بتلاقي من كل الجمعيات في 3-4 جمعيات اللي هي تمتلك القدره، في عندها نظام مالي. يعني مين اليوم من الجمعيات الجهاز المالي عنده هو اكثر من محاسب؟ راح تلاقي انه من 140 جمعيه اللي انا بعرفها 5-6 جمعيات في عندها نظام مالي وبتشتغل على نظام محاسبي. فنحن عم نطلب من الحوكمه احيانا اكثر من قدره الجمعيات اللي موجوده. فهي بدها اعاده رؤية، انه كيف انا بدي اشتغل فعليا على 4-5 جمعيات هي وصلت من الانظمة انه في عندها مجالس ادارة، في عندها على الاقل قسم موارد بشرية، في عندها قسم مالي من 4-5 موظفين، لقدر اوزع الامور. فهي هي اللي دائما عم تخلينا ما عم نستفيد كثير من هذا الموضوع. انا بس حاعطي الدكتور هارون يجاوب وبعدين نفتح المجال للاخوة على الطاولة. كلمة في نص كلمة، لان مش ههرب من الطلب بتاع الاخ بشر، انا مستعد، لكن ما تقوليش ان انا اللي هعمل العمل، انا قاعد في روما عندي عملي، لكن مستعد ان انا اقوم باستشاره وانشط مع الاخوه. في زياراتي هنا لتركيا في الدورات اللي بعملها، وصار لي اعمل دورات، يعني اول دوره عملتها هنا في يناير 2013 مع منظمات المجتمع السوري، اعرف انه في اخوه في قدرات وفي كفاءات في المنظمات السوريه، وتعلمت من الاخوه اللي التقيت بيهم. من فائده ان الواحد ياتي لاستشارات مثل كده انه بيتعلم. انا عايز الناس تتعلم من بعضها وتستفيدوا من خبراتكم مع بعض، وانا مستعد اكون مشارك معكم كاحد الناس اللي يتعلموا ويفيدوا ان استطاع معكم. السلام عليكم ورحمه الله. هدئ من روعك يا ابا رشيد. يا ابا رشيد، فانت رشيد والرشيد رشيد، والرشاد من الرشد. العراقيين موجودين؟ أصححوا؟ السوريين أنجزوا معجزة، لكن ما زالوا بيتعلموا. يعني الكلام ده كنت أنا قاعد مع رميش من يومين ثلاثة وأنا في غازي عنتاب، قال اللي عملوا الجمعيات السورية اللي خاصة الموجودة في تركيا شيء لا يصدق في ال4 أو 5 سنوات الماضية. ده مش شهادة واحد من الأمم المتحدة، ده الكلام ده أنا قلته شخصيا ليكوا قبل كده، بس ساعات كنت بتقول يعني أكيد ده بيقول لنا كلمتين كده عشان إيه يعني يطري من قلوبنا، لكن هي أبدا. العقبة الوحيدة عندنا وإحنا ما زلنا أطفال
لم نفطن بعد اننا نتعاون مع بعض. النقطه دي اللي انت بتتكلم عنها ودي هي البيت القصيد، ان يعني المسؤولين عن المؤسسه مش قادرين يحققوا شيء من اصعب الاشياء لكن هو بسيط، ان انا اقعد مع زميلي واثق فيه. بشهادة مسؤول اوتش اللي موجود عندكم هو ان انتوا يعني تعديتوا مراحل غير عادية. لو حققتوا الشراكة وحققتوا تبادل المعلومات هتعملوا اعجاز على مستوى العمل الانساني في العالم كله، وسيشهد لكم العالم بانكم انجزتم ما لم يستطع انجازه الاخرين على مر العصور والاجيال. هي حتة ونفس وما سواه، بالرغم اننا كلنا بسم الله ما شاء الله مؤطرين وحافظين القرآن وبنتكلم بالسنة وبنتكلم بكذا وكذا، الا الحتة دي، حتة النقطة كده الصغيرة اللي في قلوبنا. صح يا فادي؟ ما فينا نزيد عليك بس ده. طيب اعطي المجال للاخ بعدين في الاخوان. اول شيء الاخ الطاولة كلها الخليل بعدين بنضطر نروح هناك بعدين نرجع. السلام عليكم. وعليكم السلام. بداية تبارك الله في الأساتذة والدكاترة على ما قاموا به من جهد في هذه الورشة، في هذه الدورة التدريبية. ليبيا. ليبيا طبعا من جمعية مسك الإغاثة الليبية. بنغازي. وأنا في تركيا. استفسار أو سؤال يعني للأخوة الدكاترة، العمل الإغاثي أو العمل الخيري أصبح مربوط بكأنه بالكوارث، تحل الكارثة يأتي المطافي، سيارة المطافي. هل في خطوة استباقية أو في تطوير للعمل أننا يعني قبل ما تحل الكارثة يكون لنا، هل هناك الآن في توجه وفي مشروع في خطة لهذا الشيء قبل أن يحصل؟ هل العمل الخيري في الدول العربية والإسلامية وصل لهذه الدرجة ولا ما زلنا نحبو؟ السؤال الثاني، بعض المشاكل أو أكبر المشاكل تواجه العمل الإغاثي في قضية أحيانا المدن المحاصرة ليس هناك جهة محايدة تدخل لهذه المناطق. نحن العمل الخيري أو العمل الإغاثي في الدول العربية والإسلامية يعني ممكن 20-30 سنة أو أكثر، ما استطعنا في خلال هذه الفترة أن نوجد جهة محايدة يكون يتفق عليها الجميع، ليس لها علاقة بتجاذبات سياسية. الصليب الأحمر العالمي هذه جهة ليس سويسرا وكذا. طيب نحن العرب والمسلمين لماذا لم، ما هو السبب الرئيسي؟ العجز من الجمعيات نفسها، ايش الاشكاليه القانونيه السياسيه التنظيميه؟ لان هذه مهم تحل كثير من الاشكاليات، بدل الرز زي ما قال كيلو رز ندفع عليه 300، اذا المشكله في حلها ان توجد جمعيه محايده او جهه محايده خلاص يدخل بدولار. ليش يعني التفكير في هذا والجهد في هذا يقلل علينا مصاريف في المستقبل من الملايين؟ لو انشئت جمعيه لهذا ما يكون قليل فيها. السؤال والاقتراح الثالث، إنشاء منظمة تضم هنا في تركيا مثلاً، عندنا الجمعيات العربية العاملة مثلاً، تكلم عن مستوى الجالية العربية، كل الدول الآن يعني متضررة من الحروب اللي يحدث الآن في المنطقة الشرق الأوسط هذه العربية، لماذا لا يكون في جسم يجمع كل هذه المنظمات وينشأ شيء استشاري ليس المالي؟ بعض الدكاترة جابوا أن مراجع مالي خارجي، هذه تحل قضية المال، لكن أحيانا عندك إشكالية في الاستراتيجية في التخطيط، أنت في جمعيات تهدر أموال أحيانا مش في الأولويات، فأنت صح في جانب مقرر الخارجي هذا في الجانب المالي، لكن ما بعد يعني هل هذا صعب؟ يعني الكوادر أنا أقوم فيه خامات وفيه كوادر في تركيا تعج الآن بالكوادر العربية في كل المجالات وهي عاطلة أحيانا لا تشتغل، لماذا لا توظف في مثل مشاريع خيرية؟ وأتوقع ليس بالمقابل، في بعض الناس يعطي ساعة تطوع إحياء تطوع في فكر الناس،
يعني هي تحتاج من يلم هذه الطاقات ويجمعها ويوجهها. ولعلكم عندكم باع بما أنه عندكم تجربة ممكن تكونوا نواة لهذه المشاريع الخيرية. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذيك نقطة أرجو عليها الأخوة ذكروها، بس أحب أضيف عبارة واحدة عليها. إحنا حقيقة نحتاج إلى لجنة استشارية أنتم تؤسسوها تهيئ المؤسسات أن تأخذ شهادة الأيزو. يعني هي لا تأتي للمراقبة والتقييم والتدقيق المالي فقط، هي تهيئ المؤسسات حتى تنمو مثل ما قال الأخوة، تنمو وتأخذ شهادة الأيزو أو تأخذ شهادات خاصة من الأمم المتحدة أو شيء آخر. تعطي شهادة، هي اللجنة تعطي شهادة بديل للأيزو. تعطي شهادة بس يعني تهيئ للأيزو، ربما ما تستطيع بس تهيئ للأيزو. جزاكم الله خير. طيب في حدا بده يجاوب ولا حدا عنده أي شيء؟ هو انا في عندي اقتراح صغير. ناخذ اكثر بعد عندي 30 ثانيه بس تعقيب صغير بس للي تفضلوا فيه. يعني انه نحن هلا في منظمه تطوير المجتمع المدني نقوم هلا على هالموضوع هذا تماما، اللي هو نحن بدنا نراجع كل الجمعيات الموجوده هلا مثلا باسطنبول اولا، بعدين ننطلق باتجاه تركيا، بحيث انه اي مساعده بتحتاج هي بالتطوير بالتخطيط بالتنسيق، لازمها كوادر، لازمها شيء، بدنا نرفض شيء. وهذا أنا سبب وجودي معكم اليوم هون. يعني بهي الندوة أبشر بسم الله الرحمن الرحيم. أول شغلة نشكركم جزاكم الله خيرا. نشكركم جزاكم الله خيرا. طبعا إحنا نشتغل ميدانيا لكن ما نستغني عن خبراتكم وتوجيهاتكم وهذه نعم. موضوع تفعيل الشراكات يعني أمر ممتاز جدا، يعني يد الله مع الجماعة. بالنهاية يعني هدفنا كلنا مشترك، يعني عمل خير بالنهاية إن شاء الله. طبعا أنا عملت مع الأخوة الأتراك يعني تقريبا سنة أو سنة ونصف، شفت إنه عندهم هذا الموضوع موجود. يعني مثلا أي يعني مواطن عنده يعني رقم أو هيد عند الأخوة الأتراك، مجرد تكبسك من العائلة على الكمبيوتر يطلع عندك شو مستفيد مثلا من الهلال الأحمر، من البلدية التركية، من الوقف الفلاني، من الجمعية الفلانية، من القائم مقام إلى آخره. فعندهم ربط بهذا الموضوع بحيث يدرسون إنه من الأولى، من الغير مستفيد. على سبيل المثال الآن أكيد كلكم تعرفون كل شخص يستفيد من الهلال الأحمر التركي شطب اسمه في السنة الماضية من كرت الزراعات اللي تعطيه البلدية التركية. ففي عندهم ربط بهذا الموضوع. طبعاً اشتغلت معهم، هذا الموضوع موجود ومعروف. أنا يعني أتمنى أن نفعله بيناتنا، ممكن يعني نحقق استفادة أكثر، نحقق عدالة وليس مساواة. نعم يعني مثلاً فلان يتيم معين يستفيد من الجمعية الفلانية وما يعطي خبر أنه يستفيد من جمعية أخرى، وفي يتيم آخر ما يستفيد لا من هون ولا من هون مثلاً، يعني في ظلم هالموضوع نوعاً ما. هذا ممكن نستفيد منه تفعيل الشراكات يكون على أرض الواقع وليس مجرد كلام. يعني عفواً شغلة أخرى يعني تمنيتها في هذا اللقاء، الله يجزيكم الخير، يعني إحنا لا نغفل إنه إحنا موجودين في بلد نظيف وهم الأخوة الأتراك جزاهم الله خيراً على كل من التسلبيات والملاحظات اللي إحنا بنحكيها عنهم، لكن هم أفضل من قدم للأخوة المهاجرين العرب الموجودين عندهم. في جمعيات خيرية تركية وفي أوقاف في جهات حكومية قدمت للمهاجرين أكثر مما إحنا يمكن قدمنا والله أعلم. فيتكلمون لغة عربية ويتفاعلون، يعني كان أتوقع من الأفضل أن نشركهم في هكذا لقاء، في هكذا التشاور، ننفذ معهم شراكات، وبالعكس يقدمون تسهيلات رائعة جدا جدا، والله يجزيهم الخير. يعني أقل يعني يراضون شكر بسيط كلهم. في معنى أحد المشاركين من ديانة المؤسسة التركية ديانة، وقف ديانة، في أحد المشاركين موجود متحدث عربي متحدثة، هي متحدثة. لا
طيب خلينا بس نعطي الاخ في حق بنجاوب ولا ممكن نجاوب شوي؟ طيب بس خلينا نرد و بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لموضوع disaster preparedness اللي هو يعني الاعداد قبل حدوث الكوارث حضرتك طرحته، ده طبعا موضوع مهم جدا، والمنظمات الدولية وبعض المنظمات العالمية ومنها مثلا الإغاثة الإسلامية بتعمل في هذا المجال وبتساعد الجمعيات المحلية في يعني بناء قدراتها للإعداد قبل ما تحدث أي كارثة. طيب في وهي مش بناء قدرات بس بشرية، يعني بناء قدرات بشرية، بناء قدرات في مجال الاتصال، عمل خطط، ممكن تخزين مواد وهكذا، يعني فيها أكثر من مجال في هذا الموضوع. أضيف للي قاله الدكتور محمد، في برضو أستاذنا الفاضل ذكر قضية، يعني أنا يمكن شفتني بهز راسي لما حضرتك تحدثت عن المراجعة الخارجية، يعني يتكرر كثيرا مش حضرتك فقط ولكن كثيرين من الناس يعتقد انه مراجع الحسابات هذا شغلته، مراجع حسابات جاي يشوف ارقام، والمراجع يبدا عشان تبقى حضرتك انا كمدقق حسابات، يعني نبدا بالطلب بمحاضر اجتماعات مجلس الاداره وننظر في اجتماعات محاضر الاداره وكيف اتخذت القرارات، ثم نبدا نجلس مع الاعضاء القياديين ونشوف كيف تم تدوين القرارات اللي تم اتخاذها، ننظر في توزيع الصلاحيات، وننظر في كيف تم يعني اعطاء الصلاحيات للمستويات الادنى اداريا حتى انها تاخذ القرارات، لانه ده جزء من منظومه تقييم الجو الرقابي داخل المؤسسه ومسؤوليه المؤسسه في اتخاذ القرار، ثم ننتقل بعدها لننظر ما كانت اهداف المؤسسه والخطط بتاعتها وكيف ايه اللي تم تحقيقه ولماذا لم يتم تحقيقه، فهي تقييم لاستراتيجية المؤسسة والأداء المؤسسة، هي ليست فقط النظر في الأرقام، ثم النظر في الأرقام للتأكد من أن الأرقام بتعضد ما رأيناه من الكتابة الأدبية. الواقع أنه المراجعة الخارجية عشان تبقوا فاهمين يعني كيف يسير الأمر، بنذهب في زيارة للعميل عندما يأتي لي شخص عميل جديد ويطلب مني أعمل من له مراجعة خارجية، أطلب منه التقرير المالي وتقرير المراجعة الخارجي السابق، أنظر إليه أفهم هذه المؤسسة ما حجم الاحترافية فيها، وأحدد له كم ستكون القيمة اللي أخذها بناء على ما أعطاني، فلو كانت شوية أرقام وصفحة مملة تتكرر من عام لآخر أقول له مثلا $5,000 وهعمل لك المراجعة، هي المراجعة على حسب ما تريد، وأنا هكتب فقط التقرير المالي البسيط بتاعي إن الأرقام بتعطي صورة واقعية عن واقع المؤسسة، لكن لو حضرتك أضفت التقرير الأدبي وكتبت فيه شيء فهو ملزم إن هو ينظر في كل هذا الكلام ويعطي رأي، هيبقى معك عدة أسابيع، هتبقى التكلفة أعلى، هيقيم أداء المؤسسة بصورة أشمل، فهي الأمر راجع للمؤسسة وليس فقط للمراجعة الخارجية. طبعا انا اتمنى الاقتراح، طبعا حضرتك قلت انا سعيد ان اسمع انه في مؤسسه للتطوير، ولماذا يعني الاخوه لا يجتمعوا يطوروا مؤسسه التطوير حتى تصبح اكثر قدره على القيام بالاشياء اللي كنت بتحدث عنها، واتمنى طبعا انه يكون الانفتاح على المؤسسات التركيه والاستفاده منها، وكان معنا احد الاخوه الافاضل من مؤسسه IHH التركيه ودول لهم خبرة كبيرة في العمل الإنساني، وطبعا الاستفادة من مش ليس فقط المؤسسات الغربية الكثيرة، لماذا لا تنفتحوا على المؤسسات زي أوكسفام وغيرها اللي موجودة وتحاول إنها تعمل وتستفادوا، دول عندهم أيضا خبرة ضخمة جدا استفادوا منها. صراحة أنا برضو كنت بدي أحكي على نفس النقطة بتاعت أستاذنا محمد من ليبيا، لا وأخونا هارون طبعا فصل فيها، لكن بما أني مطلع بعض الشيء على التقارير، بعض التقارير المالية في تركيا، فأغلب شركات التدقيق اللي بيتم تعيينها هي شركات محلية تركية محلية، فبالتالي قد لا تكون مهتمة كتير بالنظام الرقابة الداخلي،
وبتقييم المشاريع وسيجريجيشن اوف ديوتيز الى اخره. فبالتالي انا بعرف انه تكلفه تعيين تدقيق خارجي من احد الشركات العالميه الانترناشونال قد يكون مكلف، لكن هو راح تستفيد منه المنظمه بشكل كبير. ففي اشكال كثيره لنظام التقييم والرقابه في المنظمه. فبالتالي فعلا المدقق الخارجي انت اللي بتحط له شروطك وين الارياز اللي انت بدك اياه يشتغل عليها بنفس المنظمه، فبالتالي بتتحكم فيه في التي او ار، فممكن تطلب منه. لكن شوي بدنا نبعد عن موضوع التكلفه الماليه. اذا بدنا نطلع على التكلفه الماليه فبالتالي رح نلجا الى الشركات المحليه، ومش كلها قادره انها تعمل عمليه التقييم الشامل للمنظمه. السؤال في مجالات يعني لا ما خلص من نرجع خلي اذا ما في حاضر دكتور شو اسمه. واحنا نتكلم عن العمل الخيري والتطوعي، مثل ما فيه جمعيات للإغاثة والمساعدات الخيرية، ليش ما تكون فيه جمعية نفسها منبثقة للعمل هذا؟ هو خيري يطور. يعني أنا شفت في مجموعة العمل الاستراتيجي اللي عاملينها في جامعة على في المجال السياسي، وتقدم في استشارات وتقدم في بحوث وتعمل في الجانب السياسي الاستراتيجي والرؤية المستقبلية. ليش ما يكونش في العمل الخيري مجموعة تتبنوها أنتم تقييم المؤسسات الخيرية؟ وممكن تكون يعني جانبها يعني في ناس متطوعة، في عندنا كوادر في اسطنبول مليانة بالمئات من الكوادر دكاترة في جميع التخصصات في المحاسبة في الإدارة، بس تحتاج مني الفكرة. أنا قلت من ليس عندي مانع أن أشارك كشخص، أنا مقيم في روما مش مقيم في اسطنبول، ليس عندي مانع أن أشارك، وهذا ما أخبرت به الأخ بشر. لكن أعلم أن هناك كوادر كثيرة في اسطنبول هم عليهم يأخذوا الريادة ونحن ننشط معهم. بالنسبة لإنشاء جمعية كما تقول حضرتك، من أصعب الجمعيات هي الجمعيات الخيرية التي تقدم استشارات أو تقدم ورش عمل. إحنا بس ما حديك الواقع العملي، أعوذ بالله مش عارف. كنت أنا في جمعية وكان ميزانية مكتبي كان كم؟ أكثر من 1,000,000 جنيه، فاكر؟ وأنتوا كنتوا بتتخانقوا معايا، مكتبي أنا فقط مش مزايد الجمعية. لما تركت هذه الجمعية وعملنا المنتدى الإنساني، ميزانية المنتدى الإنساني مش عارفين نلملها 200,000 جنيه، لأنها بتشتغل في مجال تشبيك ورش عمل إلى آخره. فكر المتبرع العربي حضرتك بتتكلم عنه وثقافة المتبرع العربي لا تعطي مالا لبناء قدرات، لا تعطي مالا لتنسيق، لا تعطي حتى الجمعيات لما بنحنا. أنا بروح أنا شخصيا دي بقى ما عندي مش مشكلة فيها، دي بستجدي من الجمعيات اللي كانت بتجي تستجدي مني في الماضي من أجل 5,000 دولار و10,000 دولار أو تذكرة طيارة أو إقامة في أوتيل. صح يا طارق؟ صح. وأنت بابا خدت بالك؟ فالعمل ده عمل متقدم. حتى الغرب، حتى الغرب الائتلافات بتاع زي بوند وغيره وكذا مؤسسة من المؤسسات اللي هي مظلية دي كلها بتعاني من الاشتراكات ومن الدعم ليها. احنا نتمنى، لان حتى لو انا عملت جمعية وسجلتها في اسطنبول الى اخره، عايز لها مكتب وعايز لها ادارة ومش ده ناهيك عن المشاريع. فلذلك احنا مازال فكرنا، وانا عايز للاسف يعني فكرنا يعني الغالب على الانسان الفكر الاغاثي. حتى في الغرب اغلب الميزانيات اللي بتجيلنا هي ميزانيات للاغاثه، ميزانيات التنميه بتيجي بعدها يعني ايه بينها وبين الاغاثه يمكن مراحل كبيره جدا في الدعم. فما بالك بقى اللي هو الوعي، وما بالك اللي هو الحقوق، وما بالك اللي هو التدريب، ده يمكن تعتبر صفر. احنا عايزين نعملها من خرجه من صفر لواحد او اثنين. في اشياء يعني انا كنت حابب كمان اعلق عليها، بس ما تعلقش انت رئيس، ما علقش، لا ما بتعلق فقط. طيب هعطي الاخ المنصه. اخواننا نحن السنه الماضيه حصلنا على الايزو، مش مساله صعبه، انت ممكن تشتغل معها وتجيب شركه ولا بدك انك حدا، لانه صراحه نرجع لكلام الدكتور هاني، كل هذه الاشياء اللي انتم عم تطلبوها انك تجد
جسد، هذا الجسد يوفر لك خبرات واستشارات وكذا. ما هو نحن نحتاج مصاري لحتى نقدر نقدم لك هذه الشغلات، وهذه الشغلة صعبة. بس انتم مش صعبة انكم تعملوها مباشرة مع الشركات اللي بتقدم هاي الخدمات. نفس الشيء اللي كان عم بيحكي الدكتور محمد الشوى، مسألة الحوكمة اللي انتم عم تطلبوها هي مسألة تتطلب تكاليف، انت مضطر انك تروح الى شركة تقدم لك هذه الخدمة. تفضل. شكرا. في البداية أنا لا أعمل بشكل رسمي في مجال العمل الإنساني أو الخيري، وإنما أعمل متطوع. سبقني الدكتور هاني قبل قليل في ملاحظتي، في إحدى ملاحظاتي نحن بدنا لكن كلنا دائما نحضر ورش عمل وبرامج وندوات ومؤتمرات، ونريد ونريد ونعود إلى منظماتنا ونمارس التنظير ونطلب من الغير ولا نطلب لأنفسنا. نحن نمتلك ملكات فكرية وقدرات كبيرة جدا كمنظمات تتوقع، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن كما تكلم قبل قليل الدكتور هاني هو موضوع مقاومة التغيير. الداعمين فعلا لا يريد أن يدعم مشروع لتنمية شبابية أو تنمية قدرة، وإنما يريد إيش فقط في جانب الإغاثة، ويريد أن يقوم بعملية التصوير وإلى آخره. ومعانا مشكلة في التوثيق. نحن تكلمنا في أول يوم من الورشة هذه مع الدكتور طارق في موضوع سيدنا يوسف عليه السلام، وكيف كان يستشرف المستقبل وفكر في السنة 15، ما فكر في اليوم وبكرة وبعد بكرة. بالإضافة إلى موضوع أنه ما زلنا نفكر إلى اليوم، وقد ربما مؤسساتنا لها أكثر من 5 سنوات، في كيف نحصل على الدعم، ولم نفكر كيف نتجه إلى الاكتفاء الذاتي. يعني هناك منظمات تجاوزت هذا الموضوع واتجهت إلى الاكتفاء الذاتي، أذكر منها جمعية الإصلاح والتعاون، جمعية الإصلاح الاجتماعي في اليمن، توجهت مباشرة من فكرة البحث عن الداعمين إلى إيش؟ إلى الاكتفاء الذاتي، وكذلك معها جانب الداعمين. بالإضافة إلى نحن خلال ورشة أمس يعني تكلمنا واكتشفنا أنفسنا أننا ما زلنا نعمل في موضوع الأنشطة المكتملة، ولم نفكر في الإدارة والنتائج وكيف نوصل إلى نتائج فعلية، وذلك من خلال عدم وضوح قاعدة البيانات. يعني ولا يوجد لدينا مؤشرة أداء ولا تفكير استراتيجي. قد ربما الآن هنا الجمعيات، مثلا إذا قلنا الجمعيات السورية والجمعيات اليمنية، واحد من الأيتام يكفله 5-6 جمعيات، وهناك شاب يعني أو طالب لديه مثلا أب والحمد لله وليس يتيما، ويعاني من صرفيات نفسه وكذلك أكثر من اليتيم صار الآن. كذلك موضوع الأنشطة المتكررة والدائمة الروتينية اللي تعودنا عليها، إفطار رمضاني، قال لك أضحية، سلة غذائية في السنة مرة إلى آخره، لم نتجه إلى الأيش الأعمال اللي هي فعلا تنموية. موضوع إيجاد حل للتشبيك والعلاقات كما الدكتور هارون تكلم فيها، وهو يعني نحن موجودين الآن الحمد لله في بلد غير بلدنا، ولديه كثير من الخبرات سواء من الدول العربية أو من الدول الأخرى، فبالتالي يتم الاستفادة منها بشكل كبير. أنا الآن ما أطلب منكم، إنما أطلب من أنفسنا أولا يعني في هذا الكلام. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة على التأخير لأن كان صداع صباحا كان شديد جدا. الحمد لله على السلامة. من الكباب يعني أنا بس حبيت يعني ما ذكر الأخ هارون يعني بصراحة يعني أفاد في الموضوع، ولكن حبيت برضو أنبه على موضوع المراجع الخارجي ودوره ليس فقط في موضوع الإدارة، ولكن ملائمة الحسابات وسياسات القوانين. لأنه برضو أول حاجة بيطلبها المراجع، إحنا كان عندنا مراجع ولسه مخلص امبارح، أول يوم أول ما جه طلب مننا الدستور المؤسسة بحيث إنه يشوف ملائمة المراجعات المالية وقرارات مجلس الإدارة وملائمة القوانين. ودي نقطة أنا عايز أركز عليها لأنه مهم جدا. المؤسسات وإحنا بنعمل في أي بلد لازم ننظر للنواحي القانونية، سياسات الكوربشن وحربة الفساد وما إلى ذلك، ودي المفروض إن إحنا نهتم بها اهتمام شديد. تاني حاجة على ما ذكره الأخ من موضوع الكفاءات في تركيا تأسس مؤسسة عمل خيري ممكن تقوم بمثل هذه المراجعات، أنا يعني مش مع هذه الفكرة. يعني أنا مع فكرة إن إحنا فعلا
لان احنا المشكله في لو اتعملت مؤسسه مثل هذا ما هي ثقلها في الدوله اللي موجوده. لو قالت ان هذه المؤسسه سياستها جيده ولا امورها الماليه سليمه لازم بتكون جهه محايده وجهه معترف بيها. احنا اول حاجه بيسالوا عليها المراجع القانوني اللي انت بيعمل لكم والمراجع الحساب بيعمل لكم ده اسمه ايه وضعه ايه داخل المؤسسه، وبيهتموا كتير بين اذا كانت شركه فعلا معتمده وكبيره ولا شركه مالهاش اعتماد، لانه هيتبني على هذه الاوديت اللي هو بيعملوه هيتبني عليه قرارات كتيره، دخول كيانات، بناء ائتلافات، عوامل ثقه. فلازم كمان الشركه او المؤسسه اللي تعمل كمان يكون عندها عليها تاريخ وليها دور انها فعلا بتقوم بقضيه المراجعات اللي موجوده. فدي يعني دي انا حبيت بس ان انا فقط ان انا انبه عليها. وبالنسبه لموضوع الاغاثه والتنميه احنا اتكلمنا عليها يمكن اول امبارح بشكل مستفيض، وانا من رايي انه فعلا يعني الموضوع الانتقال من الاغاثه للتنميه موضوع مش بسيط، وقلنا ان هو ده موجود في الدي ان اي بتاعت المؤسسات للاسف الشديد الاغاثيه. يعني كل المؤسسات الاغاثيه الدي ان اي بتاع الاغاثه مسيطر على سلوكها وعلى طريقه ادارتها للبرامج، ودي محتاجه فعلا ترانسفورميشن داخل المؤسسه. المؤسسه لازم تقعد مع نفسها وتقول فعلا انا عايز انتقل لعمليه التنميه. عمليه التنميه محتاجه موارد جباره، محتاجه تمويل واستدامه لفترات طويله جدا. الاغاثه زي ما ذكر الدكتور هاني سهله، كله بيجمع اثناء الاغاثه، وفي حتى مؤسسات دوليه بتشتغل مع مؤسسات محليه في وقت الاغاثه لان هي كمان مضطره انها تشتغل معاه، يعني مش شغاله معاه بسبب انه في كواليتي وفي شغل مظبوط، لا هم بيتغاضوا الطرف عن حاجات كثيره لان هو كمان عايز يحقق اهدافه. لكن موضوع التنميه المستدامه محتاجه برضه شراكه مستدامه. واحنا حتى الدول لما جت تتعامل مع الاغاثه الاسلاميه في الاول ما اديتناش مليون، هي بتدينا اقصى حاجه حطيناها كانت 80,000، فوق ال 80,000 مش هتديك في البدايه. ليه؟ لانه عايز يختبرك، عايز يشوفك ال 80,000 دول عملت ايه؟ هل انت فعلا في تطوير داخل المؤسسه ولا ما فيش؟ بعد ما بيعمل معاك ال 80,000 بيطبع على 200,000، وبعد 200,000 هنا بتتبني الشراكات المستدامه. فانا برضو عايز انبه ان الشراكات او الموضوع الاهداف التنمويه محتاجه فعلا الى نوع من انواع شراكات قويه، وان ما تكونش ظروف الحاجه هي اللي مسيطره. يعني عشان فادي قال لي انه نتكلم في الشراكات، انا حابدا عطوفا على ما قاله قبضي السيد. حتى الاخوه الصبح قال لك في عده مؤسسات تشتغل اشياء في شيء، والاخ اللي حكي كمان مو في ساعة الحرب في أفغانستان في 2001 و2002 أو قبل كده كمان، وزيرة التنمية الدولية في بريطانيا كانت هي عضو مجلس عموم في عن أحد الأحياء في مدينة برمنغهام. جت زيارتنا سنة كام يا هارون فاكر؟ دير صورتنا لما جت 99 أول مرة حاجة زي كده، يعني قبل الحرب بسنة أو بسنة قال قبل حاجة كده كمان. يعني لما جم يدونا فلوس في كشمير كنا احنا المؤسسه الوحيده اللي في كشمير، لما جت زارتنا ورفعت الامر الواقع قالت لهم فمكتب الحكومه اللي هو في اسلام اباد قال لها القدره بتاعتهم الكاباسيتي اللي ضعيفه، قالت لهم انا شفتهم وعرفتهم وهيبنوا قدرتهم اعطوهم المال. هنا الثقه دي بتيجي قبل الدعم. اوعى تفتكر ان الشراكه هتيجي من غير ثقه، من غير تقارير بتتكتب عنك، من غير رؤية، من غير كذا، من غير كذا، من غير كذا. فادتنا مش عارف 600,000 فاكر انت بتاع كشمير؟ مبلغ كبير. بعد كده بسنة حصل او بسنتين او ثلاثة حصل اللي هو 2001 وما حدث في 2001. قامت حاطة المليون على الترابيزة على طول. بس ده بدأ امتى؟ احنا انفتحنا على المؤسسات الدولية من سنة 92، الكلام اللي كان بيتكلم عنه هارون ده أيام البوسنة. اما كانت الشمس طالعه ومفيش ارهاب وفي تواصل والناس شايفينك يا اخوانا. الشراكه مش هتتبني الا لما الناس تعرفك. راح كان دايما بيضرب المثل، لما انا اجوز بنتي لحد بجيب تاريخ الشخص، صح معايا ولا لا؟ عايز اتجوز الاخ ده سكوت، بجيب تاريخ الشخص وعيلته وقرايبه وسلوكه واسال عنه. الشراكه كده محدش هيديك فلوس الا لما يعرف انت مين قبل ما يمد يده في ايدك. في ناس دلوقتي بتخاف تاخد معاك صوره، صح ولا لا؟
افتح انت الشراكه واقفل ربع ساعه كان في بس الاخ خليل يمكن هاي بده يحكوا نفس الكلام اللي بتحكي اخش في الشراكه بعد 10 دقائق طيب بدي اخذ نعم معلش اه صح في سامح بسم الله الرحمن الرحيم محمود بديق من الجمعية المغربية لكفالة اليتيم أجدد بدوري الشكر للسادة الأساتذة الأفاضل على ما قدموه وما يقدمونه وشكر خاص للاتحاد أنا فقط يعني عطفا على كلام أستاذنا الحبيب الدكتور هاني بنا فيما يخص يعني جانب تجديد قد ما يصطلح عليه تجديد الفكر الإحساني فأنا في حق لي طلب ومقترح ويليت أن الاتحاد يأخذ هذه البادرة من أجل تنظيم مؤتمر أو ملتقى وكما لا يخفى على الجميع وقد لا نختلف بأن هناك إشكال في موضوع تجديد الفكر الإحساني كما أشار الأساتذة الكرام أن ممكن جمعيات أو جهات داعمة خصوصا الجهات الإسلامية والعربية ممكن تدعمك في بناء آلاف المساجد وآلاف دور الأيتام لكن أن تدعمك في بناء قدرات في دعم موارد بشرية الكل يطمح أن نجسد الحوكمة المالية التسيير الإداري المثالي إعطاء يعني مستوى معين للموارد البشرية للمؤسسات الخيرية هذا كله يحتاج دعم لكن للأسف وبإجماع عام من صحة التعبير أن لا أحد يدعم في هذا الإطار وأول من يجب إن سمح للأساتذة الكرام أن يستدعى وأن يدلي بدلهم أيضا الجانب الفقهي العلماء إنه مجموعة من المحسنين أيضا يقول لك أنا ما أعرف مال زكاة أعطيه لي مثلا راتب موظف في مؤسسة خيرية ممكن تعطيه تشتري ملابس لأيتام أو تشتري سلة غذائية لكن أن أعطيك أنك تعمل تدريب لمشرف اجتماعي هذا بعيد عن الزكاة فطلب إن شاء الله تعالى نأمل أن نشتغل جميعا نحن نتعاون على يعني تحضير لملتقى من هذا النوع وأظن أنه آن الأول لتجديد الفكر الإحساني لدى المسلمين والشكر بداية أتوجه بشكر الجميع المؤسسات الراعية على هذه الدورة وهذه الورشة حقيقة إنها دورة مفيدة جدا وفي بعض الأمور الرائعة جدا كانت غائبة عننا كمؤسسات فبشكركم في البداية كل الشكر وكل التقدير وجزيل العرفان في عندي نقطتين بسيطات جدا الأولى هي اقتراح للأخوة في تركيا اللي بيمثلوا المؤسسات والمنظمات السورية بحكم انه اغلب اللي موجودين من هاي المنظمات وهاي المؤسسات بما انه انتوا صرتوا واصلين جميعكم هنا احنا ممكن مثلا كمؤسسة في فلسطين ممكن صعب انه نكون يعني موجودين هنا كما انتم موجودون فبالتالي عملية الشراكة والتربيط مع المؤسسات أعتقد أنه صعب جداً أنه ينحط لها خطة في جلسة أو في ساعة أو في ساعتين أو في يوم فبالتالي اقتراحي لكم أنه بما أنه أنتم موجودين جميعاً وبتتعرفوا على بعض جميعاً وعرفتوا بعض أنه تحددوا لقاء آخر ومش بس لقاء لقاءين وثلاث لحتى تتساعد وتتشارك وتتكاتفوا مع بعض أنتم الموجودون هنا في إسطنبول لمساعدة الشعب السوري سواء في إسطنبول أو في داخل سوريا ووضع خطة استراتيجية بناء على هاي على الورشة العمل على الدورة اللي أخذناه لحتى أنتم تقدروا بالفعل توجدوا حل أما طول ما إحنا هون عفواً بدنا إحنا فقط الأستاذ ماهر الأستاذ محمد الأستاذ هاني الأستاذ محمد الأستاذ طارق أنه بدنا طبعا أنا لاحظت أنه كل حدا من الدكاترة كان يتحدث عما إحنا متحدث عنه في زمنه عما هو قام في زمنه قام بالتوجه قام بالعمل لحد ما صار واليوم صنع حاله أمامنا وهو قاعد بيحكي وإحنا بنسمع منه فبالتالي أعتقد أنه إحنا بأنفسنا قادرين بدل ما إحنا عفوا بدنا نط مرة واحدة على مؤسسة تطورية ومدقق خارجي ولا إلى آخره أنتم الموجودين هنا بتديروا في مؤسسات يعني عفوا منكم كيف تدرون مؤسسات وأنتم غير قادرون على إيجاد وسيلة للتشارك للتكاتف وأنتم أبناء سوريا وأبناء إسطنبول الشق الثاني بدي أحكي فيه أنه عن بلدي فلسطين وطبعا إحنا بنعلم أنه في أزمة سورية
واحنا جدا متعاطفين مع الشعب السوري ومع كل الشعب العربي اللي بيعاني في اي مكان واي زمان واي وقت. واحنا نتفهم دور المؤسسات الدوليه والمؤسسات الشريكه في انها بتضخ في مساعدات للشعب السوري، نتفهم هذا الوضع، ونحن في نفس الوقت وفي نفس اللحظه في فلسطين نعاني من ويلات الاحتلال ومن امور جميعا انتم تعرفونها لا داعي لذكرها، ولكن مع ذلك نتفهم الوضع ونتفهم نقص المساعدات التي يتلقاها الشعب الفلسطيني تحديدا في الضفه الغربيه. فبالتالي انا سؤالي للجنه كافه، بعد ما احنا كمؤسسه والله كجمعيه بيت السلام موجودين في الضفه الغربيه في محافظه رام الله، انا حضرت هذه الورشه وحقيقه استفدت، ومع الوقت ان شاء الله راح تشوفوا هاي الاستجابه ترجمت داخل المؤسسه، واحنا سنقوم يعني بدعوه اي شخص من حضراتكم وهو له حريه يعني يلبي هاي الدعوه في فلسطين ان شاء الله، يشوف انه فعلا احنا طبقنا هذا الوضع علينا كمؤسسه على ارض الواقع. انا اخذت البديه، سمعت، عملت نوت، كل شيء تمام، ساقوم انا مع الطاقم بنفسي بانفسنا بترجمته داخل مؤسستنا. سؤالي لكم انه يختلف عن موضوع الشراكه ولا اخره، هل يعني فيما بعد ما احنا نضع مشروع قائم على استراتيجيات المستدامة والتنمية المتكاملة ضمن الخطة اللي أخذناها والإعداد اللي أخذناه، يعني إحنا صنعنا مشروع كامل متكامل تنموي موجود عندنا، هل إنه هناك إمكانية لمساعدة، أنا لا أقول إنه فرض، لمساعدة المؤسسة التي عملت هاي المشروع لوضعها على طريق صحيح، توجيهها على الطريق الصحيح لتسويق هذا المشروع؟ احنا استفدنا، اخذنا، طبقنا وعملنا وانجزنا واعطتونا الاوكي على انه هذا المشروع نعم هو مشروع تنموي ضمن اسس استراتيجية مستدامة وتنمية متكاملة. هل هناك امكانية، اقول امكانية، لوضعنا على الطريق؟ نحن لا نريد ان ننتظر عفوا مثلا الاستاذ طارق او الدكتور هاني انه تفضلوا تعالوا احنا بدنا نسوق لكم هذا المشروع، لانه احنا لازم نامن كما تفضلتم جميعا بانفسنا اولا. فهل هناك امكانيه لمساعده المؤسسه لوضعها على الطريق الصحيح للبحث عن تمويل هذا المشروع؟ وشكرا جزيلا لكم. بس بدايه مع الاستاذ طارق بعدين نجي للدكتور هاني. هو بالنسبه لموضوع الشراكات، احنا يعني إذا كنا بدأنا في موضوع الشراكات، يعني الشراكات أنا بعتبرها هي إرادة قيادية وليست موضوع مشاريع. يعني ولا يبدأ يفكر في موضوع الشراكات مع المؤسسات الدولية أو المؤسسات بينهم وبين بعضها إنها مبنية على مشاريع فقط، أنا من رأيي إنهم يخطئ خطأ كبير. الشراكات مبنية على إرادة قيادية، إن القيادات عايزة فعلا شراكات حقيقية، ونقصد بالقيادات الناس المسؤولة داخل المؤسسة في قضية الشراكات، وانه اذا بناها فقط على مشاريع يعني نجاحها ممكن يكون على المدى القصير جيد، ولكن على المدى الطويل لن يبني الانسان شركات قويه. فاصل الشركات اولا انها تكون رؤيه موجوده داخل القيادات، دي حاجه. الضغط العامل الخارجي، يا اما ضغط العامل الخارجي يا اما رؤانا جميعا ان احنا لن نستطيع وحدنا ان احنا نعمل شيء، ولكن محتاجين فعلا الى تضامن وتكافل، وان احنا محتاجين الى تنظيم موارد وتنظيم قدرات موجوده داخل المؤسسه. هو ده ممكن يكون الدافع الموجود. انا بدي مثال باوروبا، يعني موجوده في بريطانيا الدي اي سي كمثال، وموجود في المانيا حاجه اسمها الاريها، وده تحالف اثناء الكوارث. في تحالف اثناء الكوارث يعني عدد المؤسسات المشاركه فيه مش هنقول 200 ولا 300، 13 مؤسسه في المانيا، وممكن يكون العدد مقارب ده في بريطانيا. التحالف ده اتبنى على ايه؟ قالوا انه في وقت الازمات بيحصل في بريطانيا او في المانيا الناس دولية. دوليه احنا بنتكلم في المانيا على مؤسسات اللي شغاله كتير فوق 200 مؤسسه، في منهم الدولي برضه، ولكن هم قالوا ان احنا عايزين نعمل اتحاد من الاتحادات ان يبقى نعمل حمل جمع تبرعات مع بعض، ويتنازل كل واحد عن جزء من صفته او عن كيانه في موضوع جمع التبرعات، احنا نجمع الجميع ونوزع. كان بيصدق كونسيبت موضوع. لذلك الشراكات انا من رايي انها اذا كنا عايزين نعمل شراكات حقيقيه لازم الموضوع القيادات تكون عارفه هي عايزه ايه بالظبط، يعني تدير عمليه الشراكات، يعني عمليه الشراكات محتاجه هي كمان اداره، وكمان بيعملوا على شيء مهم جدا الواحد ملاحظه ان الشراكات اللي بتنشا والاتحادات اللي بتنشا بعد فتره بتتحلل، يعني فتره بتتفكك. ليه؟ لان القيادات كمان مش مهتمه بقضيه حفظ التماسك الاجتماعي داخل الاتحاد، مش محطوطه معايير، مش محطوطه نظم حوكمه
حقيقيه، مش محكوم، مش محطوط ازاي اداره موارد وتكافؤات. فبنلاقي زي ما يعني للاسف شيء بنلاقي هوجه تمت، اتعمل اتحاد الناس مبسوطه بيه، بعد سنتين ثلاثه نبدا نسمع النقد على الاتحاد، وبعد كده يبدا مع الوقت بيفقد تأثير، لان الاتحاد مبني حقيقه على ما هو قوه التاثير اللي احنا عايزين نوصل له في اتحادات. هل اتحاداتنا ديت موجوده فقط لمجرد ان احنا نجمع تبرعات مع بعض، ولا لا احنا عايزين يكون لنا قوه تاثير في السيكتور اللي موجود فيه، يا اما قوه تاثير على جمع التبرعات، يا اما قوه تاثير على القرار السياسي، يا اما قوه تاثير على المؤسسات الاخرى اللي موجوده، وان احنا عايزين نصنع شيء. وده اعتبره يعني شيء مهم جدا في قضيه الاتحادات، ان احنا فعلا عايزين نركز ان القيادات هي المسؤوله عن بناء الشراكات، وهي ايضا المسؤوله عن التماسك الاجتماعي ووضع المعايير والسياسه الداخليه. تعرف ان احد شروط المعايير في جمع التبرعات من الدي اس اللي هي لجنه الدوله الاداريه البريطانيه ايه هي؟ ساعه الكارثه اول اسبوعين او ثلاث اسابيع ممنوع اي جمعيه من الجمعيات الاعضاء ان تعمل حمله لوحدها تعمل حمله للغرض المجمع. كل شيء في الثلاث اسابيع دول او اسبوعين دول يخش الجمعيه المنسقه، تطلع هي الوحيدة في التلفزيون، في الجرايد، في كذا في كذا في كذا، باسم ايه؟ باسم الدي اي سي. شوفوا وصلوا لامتى؟ وصلوا لايه؟ احنا حبينا نتفق على قيمة الزكاة مع خمس جمعيات، قلنا رقم كل واحدة فيهم عملت رقم تاني علشان تسحب الدعم من الجمعية التانية. حبينا نتفق على قيمة الأضاحي، كل جمعيه، ودي جمعيات في بريطانيا بقى، مش خمس سنين سوريه او ثلاث سنين ليبيه. انا رحت ليبيا ايام ما كان لسه كل واحد ماسك ورقه كده بيقول انا جمعيه، ده في بنغازي في مارس 2011 باهي، خد بالك. فما اتفقناش على قيمه الخروف ولا قيمه زكاه الفطر، وبعدين بنتكلم على حاجات تخينه كده مفخفخه، ايه مفخخه مش كده يا فادي؟ قيمة الأيتام، أعوذ بالله مش همسها، كل واحد فينا بيتخانق مع التاني على ده ينزل جنيه، ده يطلع جنيه، ده يقول أنا كذا. يعني زي ما خلينا نرجع برضه للموضوع، هل أنا عندي اللي هو الإرادة بتاعت القيادة إن أنا أبني شراكة ولا لأ؟ لأن الشراكة لابد تيجي بقناعة من المؤسسة. بقناعة من المؤسسة. انا كنت احد الناس في التسعينات ارفض كلمه بارتنرشيب للشراكه، كنت انا فاكر انت فاكر ايام السيئه، بس خد خمس دقايق بقى من الاكل او الشرب مش كده، كان بيجي عطاء الله مش عطاء مش انت لا يجي يقول لي كشراكه، كنت اتخانق معاهم ازاي نعمل شراكه احنا لوحدنا، كنت طفل صغير وانا عندي 40 سنه و 50 سنه لا معلش لا كنت بتخانق معاهم ارفض الشراكه. حتى كنت لما كنا بنقعد حد يكلمني في التليفون عايز نفتح مكتب في بريطانيا، اقول لهم ممنوع فتح مكاتب في بريطانيا احنا لوحدين. فزوجتي تقول لي ايه؟ قال ايه انت ما عندكش مكتب وما عندكش ميزانيه وما عندكش موظفين، خلي الناس تشتغل. فكنت انا رافض في جزء من حياتي الشخصيه بمخي ده اللي كان ماشي غلط في يوم من الايام الشراكه. دلوقتي انا بندم الشراكه لدرجه احد الشباب في الاغاثه لطفي يقول لي انت كل ما تقابلنا تقول لنا شراكه 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 شراكه، يعني ايه امنت بالشراكه؟ بس مش مشرك لسه. الله يجزيكم الخير، يعطيكم العافيه، يعطي العافيه الاخوه اللي على المنصه. نحن الوقت انتهى، انا اسف، بس لهالسبب نحن صراحة هالسبب أصر الأخ رواد إنه نعملها صباحا وليس نهاية النهار، على أساس إنه الجميع موجود الآن لغاية الغداء، فلو في أي شيء يعني عمل مع بعضنا ممكن نحكي ونتناقش ونتحاور. جروب الواتساب تقريبا صار شبه جاهز، فراح نكون الجروب مفتوح والأخوة في على المنصة كمان موجودين فيه للمحاورة. بس صراحة يعني حتى ما نقعد نبعث قوانين على الجروب، اي شيء يختص في مجال عمل المجموعه يا ريت اللي بده يبعث صباح الخير ومساء الخير مع احترامي للجميع، يعني ما يزعل اذا عملنا